قعدة الجبنة دائما بتكون مميزة في أي بيت سوداني، لكن لما نتكلم بقت في رفاعة ونتكلم جو الجيرة الجميل بالجو الرائع ده، لازم يكون نكهته خاصة ورحيقه خاص. أنا معي مجموعة ما شاء الله من الجارات في رفاعة وحي لطفي، نرحب بكم كثير أول حاجة، ونشكركم باستضافتكم لينا، يعني ليكم العافية إن شاء الله. جنبي حجتين ربنا يديم العافية إن شاء الله، حجة أسمى زيك الله يبارك ان شاء الله، انت طيبه كيف صحتك؟ تمام الحمد لله الحمد لله. وحجه رحب زيك الشباب طبعا نقول بعد كيفكم؟ الحمد لله ما ننسى الشباب طبعا عشان ما يزعلوا. الله يبارك. حجه اسمع، اول حاجه الشجره دي ما شاء الله ظاهر عليها انها يعني من كبوره كده انها قديمه شديد، صح؟ فترتها طالت ليه قد شنو؟ والله لا اكثر من 25 سنه. والله عرفت انكم بتجوا بتقعدوا هنا، تقعدوا هنا طوالي؟ اي طوالي بنقعد فيه. تقعدوا هنا ليه؟ نقعد والله نتونس ورفع على رقبتنا، لا في منتزه بنتولا لا في سلمه بنتولا، دي سلمتنا. دي السينما؟ دي سلمتنا. طيب السينما دي بتشوفوا فيها شنو؟ والله بس ونسة من دي كلمة من دي كلمة، لكن لم نقطع ولم نقول في زول ولا أول، بس قبلنا الحمد لله. الحمد لله. ونسة ساعة عندكم ساعة معينة بتقعدوا فيها ولا على حسب ما بس مين ما يقدر انغردي جوا ما بنشال لين برا بنجمع نجم الضحاوية يعني؟ هذا كله بكمل لنا الله يصادف ليل غدا بمرقة صوانين في الجديد. والله والله بيجي يسوي شغلهم ده معاكم يعني بتشتغلوا وانتم بتتونسوا ولا بس بتجي تتونسوا وتشربوا الجبنة زي ما بتعملوها حسي وتفوتوا؟ بشغله بشغله عندي شغله جاهز والله قبل القهوه كلهم يجوا هنا، يعني الشجره حقت الحله دي كلهم بيجوا هنا. حلوه على حقت الفريق ده كله. يا سلام. الناس جوا ديلك بغرانين ليه؟ في الناس اللي حاكين ما عندهم جو زينا وجلسه زينا. خلاص ما يجوكم طيب؟ طوالي يجوكم جاي؟ والله حدين بيجوا واحدين من بلاد برا يسمعوا بقعدتنا دي هم بيجونا. يا سلام. شايلين بورنا وشايلين سكر ونقولوا بس دايرين عندكم نقعد عندكم قاعده عندكم سمحه طوالي. صحيح سمحه نحن نجهز لهم كراسينا بنابرنا وقوانينا ويلا يجونا يجلس. ما شاء الله ربنا يديم عليكم خير ونعم ان شاء الله يا رب. الشباب كيف بقت؟ بناتكم بيشتغلوا معاكم القهوه دي ولا براكم تقعدوا نسوان تقضوا غرضكم؟ الله يسووها يسووها الشباب والله بيقعدوا يعني بيقعدوا والله بيقعدوا؟ بيقعدوا بتقعدوا صحيح؟ تمام. حجة رحمة انا سمعت عنك كلام سمح صح؟ قالوا لي كلام جميل. كيف غايته؟ الرباية زمان كانت كيف يا حجة رحمة؟ والله تمام ما المدرسة دخلونا ليها لكن انا ما قعدت فيها قرصتني عقرب ثاني ما رجعت. معقول؟ وانت خشيتي المدرسه يا حجه؟ خشيت المدرسه تمي سنه وقعت في جدول مويه كسرت كراعي. مالكم انتوا في شنو؟ تالي ما فهمت عليا. بنات الحمد لله قرن الحمد لله عرسوين عرسوين البنيات الكبار كبار والحشع في المدرسه ودخلت الجامعه دخلت الجامعه بنات بيستيكي الحمد لله. وقت انتوا دخلتوا المدرسه قبال قرصة العقرب وقبال كسرة الكرة. الكرة. صاحباتكم كيف؟ يعني تتذكري المدرسة تتذكري؟ كان زمان كنا في سينجا. اها. بس انا قروني في سينجا. قراية كانت كيف؟ والله كويس بعد ما هي العجب لكن انا من سنة ثانية مرقت قرصة العقرب هنا ثاني سنة رجعت. وانت يا حجة اسماء تتذكري صاحباتك استاذاتك معلماتك كانت منو؟ كانت المعلمة الشو وكانت راية حماد ويعني عندك صاحباتك معاكي قروا معاكي قروا البنات اللي معاي قرن يعني واحدين من تم ورابعة يوم ما الوقت داك احنا ما عندنا وظيفة بيقولوا عليها قليلة اللي تتوظف ايوه وبالتمرين يوقفوهم بالصف زمان كانوا بغنوا ليكم لكم الكلام السمح والكلام الجميل آي. صح؟ صح كان بغنوا ليكم ليه؟ بغنوا فيكم ليه كان زمان؟ بغنوا ما رايقين رايقين؟ رايقين هسه ما رايقين؟ لا هسه عزبت بنات هسه ما رايقين لا لا بيمشي ياخذ الشنطتين براي ما رايقين ظروف الحياة خلت أسمى لكن ما فهم قلبهم قلب من الأرنب تسك الكلب
إلا نحن هناك ما في زي ده. هسي الأجواء دائما الاجتماعية الحلوة زي اللي عندكم دي أفتكر إنها بتكتر في المناسبات فعلا. يعني هسي في رمضان في الأعياد قلت لي يا أمال الشباب بيشتغلوا ها؟ أي والله لا جد ولا مجاملة صح؟ لا والله حس كل ما شايلة حس يعني حجات ديل كلهم زعلانات من البنات لا والله ما شاء الله يعني كويسات شديد بناتنا مساعديننا البنات الشباب بقت كيف في المناسبات بيسووا اكثر شيء والله ما شاء الله يعني بقيفوا اي حاجه بيعملوها بقيفوا بيعملوا الشاي بيعملوا القهوه فوتوا الكبابي برضه رجال لهم جانب يعني احنا حابين برضه نشوف علاقاتهم مع بعض اجتماعياتهم كيف نتعرف عليك منو مجد احمد ضفاع اهلا بك استاذ مجدي كيف الحال ان شاء الله كلكم كويسين يعني تمام الحمد لله كيف بتتلموا يعني ديل دلوقتي افتكر انه الرجال بيبغروا منه لانه بيتلموا لمه جميله وبيتونسوا بيقضوا وقت لطيف مع بعض انتوا كيف بقت والله نحن لمتنا برضه مع لمته مع لمته مع لمته لكن بيكون طبعا بعيدين منهم شويه يعني بيدعوكم هم بيقول لكم تعالوا ولا انتوا براكم بتشتغلوا براكم ذاتهم ما بيدعوا بعضهم بيجي الناس كلها بتجي عارفين المواعيد عارفين الناس بتجي بتين وبتقعد بتين بتلموا يوميا يعني يوميا قعدتكم بقت بيكون فيها شنو ونسه برضه ولا بقت فيها كوتشينه ونسه وذكريات البحر ده والله يعني وشتينا فيها ولا تمام بتقعدوا بقت رجال وشباب ولا ولا بيكونوا كل شويه فئه عمريه بتكون مع بعضها لا يعني الا الصغار شديد بيكونوا بعيدين ايوه لكن بتكونوا مع بعض أيوة. دائما بيكونوا اللي هو الفريق زي ما بيقولوا بيقعدوا سوا ولا بتتم دعوة ناس برضو من جوا والله بس الفريق والبيجي من بعيد بيقال لما بيعرف الناس بيجي بقعد برضو البيجي من بعيد طيب أستاذ أماني يعني الجلسة دي أنا عرفتها إنها قديمة جدا جديد. والناس بتتلمى طوالي صح الحاجة الأولى خلت الناس تتلمى شنو يعني فكرة واحدة مثلا ولا أنتوا بتتلموا علشان الونسة ولا علشان تقضوا غرض بعض ولا فيها خطة يعني وريني شوية الحاجة اللي بتحصل هنا تحت الظل الجميل ده والله طبعا احنا كل زول بيطلع من بيته على اساس يروح عن نفسه فخالتي بتطلع بجاي واختي بتطلع بجاي كله في النهايه بدون ما نرجع نلقى روحنا اتلمينا لما كده دي ما مقصوده كان ما مقصوده وبعد ذاك على مر السنين بقت الجلسه دي يلا كل زول ده جاب خضره وورقه وده جاب البطاطس نظفه وده يعني بالصوره دي كده دي مرات بتكون في كرامه بدل ما يعملوها في بيت بيعملوها هنا مثلا بليل الجيمات ضبيحه الحته واسعه والحته واسعه واحنا كلنا اهل بعض ايوه وفريقنا ده بيقول له فريق يعني ما جيران بس لا اهل بعض شديد يعني اهل بعض كلنا بنات خالات وبنات عمات كده يعني فريقنا كله قلت بسموه شنو؟ امي اسمه قالت لك فريق مضاحك فريق مضاحك؟ الله يكثر فريق الشيخ انت سميتي الاسم ده اخذ اسمه؟ يلا شنو عشان طبعا فيه سريعين البديهه وعنده النكته يعني اي زول بيجي بيلقى النكته هنا والضحكه هنا وبيروح على نفسه هنا فيه ده بديك نكته وده بديك كلمه وده بديك كده النقصت منه؟ سبت النكته ودري دي ما فيش ولا وين؟ والله في البيكا بس عندكم بيكا البركه فيكم ان شاء الله هاي ربنا ان شاء الله يديم عليكم نعمه ان شاء الله ولمتكم دي زي ما بيقولوا خلي الناس كلها تشوف ان شاء الله انه الاهل لما يتلموا والجيران لما يتلموا في النهايه فيها ترويح وفيها الناس تقضي غرضها وتذكر بعض بالسمح ان شاء الله وطبعا بعد شويه البحر بفيض بيكون مع الترس هنا دي فالناس كلها بتكون حوالين الترس والباقيين بيكونوا هنا دي في المجموعه دي فيها الاطفال يعوموا الناس يلقطوا مثلا في الحطب كده يعني يا سلام عيوني. بزمانكم طبعا كان يعني. عندكم نعمة الحمد لله الطبيعة ساعداكم طبيعة شديد والخير اللي عندكم في طيبتكم حتى منعكس على نفسياتهم يعني ما بتلقي زول صار ما بتلقي زول زعلان في يعني وتراه يضحك هازئا في غمرة الخض الكريه ففي أمر يعني الصعاب انتوا بتلقوهم ضاحكين وباسمين وفي في في يعني في أريحية شديدة بيكونوا بتونسوا مع بعض وما في أي حاجة ربنا يديم نعمة إن شاء الله إن شاء الله دائما ضحكين إن شاء الله شكرا لكم هاي قهوة يا أمال قال لك شو ونستنا دي احنا خلاص انتهت القهوة صح؟ يديك العافية إن شاء الله إن شاء
الله ربنا يديكم العافية. بدينا الدعاء السمك ده حتى اسمه عليكم. وطبعا جابوا لكم الجبن على صاله الوقايه الزمان دي، يمكن تكون ملامس ذكرى ذاتها. وجبن تطين دي حاجه اسمها الوقايه. ما بتبقى طعمها لكن زي دي. ما بتبقى طعمها زي طعم القهوه بتاعت التركي. وبالفناجين طبعا مع الكبابي. ده طبعا بقى هنا دور الشباب. خلاص أيوة. الناس اللي بيعملوه دور الشباب بكوب وبعد ذاك بوزع لباقي المجموعه. هي دي رفاعة بعلمها وبفنها وبشعرها وبتاريخها. كنا في أجمل مكان بناس بسيطين وطيبين قدموا لنا أذكرهم بوجود. إحنا من الزلطة اللي إحنا فيه دلوقتي دخلنا بيه رفاعة ومن هنا ماشينا ودعا. بنقول لكل أهل رفاعة شكرا جزيلا على استقبالكم لنا وشكرا لكم مشاهدينا ودعناكم الله.